مرحبا بكم جميعا، وهذه ندوة من ندوات مركز الحوار العربي التي نهتم فيها بالشأن الاقتصادي كعنوان، لكن ضمنا أو عمليا هي اهتمام بقضايا سياسية مهمة، لأنه دائما دائما هناك ارتباط وثيق بين الاقتصاد والسياسي، وهناك دائما انعكاس لكل من الأمرين على الآخر يعني، وهذا واقع حال العالم طيلة سيرة هذا العالم. لأن احنا يعني في ندوة عنوانها كيف يؤثر العامل الاقتصادي على الأزمات الدولية الراهنة، مع طبعا دكتور زياد حافظ، لكن بهمني أنه ندرك أنه نحن ونعيش يعني في على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، نعرف أنه الكثير من القرارات السياسية تكون عائد المرجع فيها هو لدور هذه القوى الاقتصادية الضخمة في الولايات المتحدة. ندرك إذا كنا في أوطاننا العربية، ولأخذ مثال لبنان الآن، يعني أنه ما هو فيه من أزمات اقتصادية واجتماعية انعكاس لحالة الفساد السياسي الموجود في هذا الوطن، وهكذا دول كثيرة إن كانت يعني في المنطقة العربية أو خارجها نجد فيها هذا الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والسياسة. وأعتقد يعني هذا فعلا من الموضوعات التي نحتاج إلى إدراك أكثر وفهم أكثر، ومن هو سيتحدث في هذا الموضوع هو يعني كما يقال الرجل المناسب للموضوع المناسب. الدكتور زياد حافظ كما تعرف هو باحث وكاتب اقتصادي وسياسي، هو كان مسؤول سابق في المؤسسة المالية الدولية المعروفة باسم International Financial Corporation، وهي من ضمن مجموعة مؤسسات البنك الدولي التي تختص عادة بتمويل المشاريع في القطاعات الخاصة بالأوجه الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المالية في عدة بلدان، من ضمنها طبعا الوطن العربي والبلدان العربية وأفريقيا. دكتور زياد حافظ عنده خبرة أكثر من 40 سنة في هذا المجال وفي ميدان يعني التحليل الاقتصادي والربط بين الاقتصاد والسياسة كما هو موضوعنا اليوم، وخبرته هذه يعني عائدة لهذه العقود الطويلة في يعني مجالات مختلفة في التعليم الجامعي، إن كان في لبنان أو في الولايات المتحدة أو في السعودية، وهو حاليا يعمل كمستشار مستقل في الشؤون الاقتصادية والمالية، وطبعا كما أشرت يعني مختص بشؤون الاقتصاد والسياسي. للدكتور زياد عدة مؤلفات ومقالات وأبحاث بتتعامل مع القضايا الاقتصادية بشكل عام، مع قضية العولمة التي معنية بشكل مباشر قضية العولمة بموضوع ندوتنا اليوم. هو نشاطه في الحقل العام شامل أيضا الكثير من المؤسسات ذات الطابع العربي، كان أمين عام مؤتمر القومي العربي بالفترة بين 2015 و2018، وقبل ذلك كان الدكتور زياد أمين عام المنتدى القومي العربي بين 2008 و2015، وهو عضو الأمين العام للمؤتمر القومي العربي وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة وعضو مؤسس للمركز العربي للتواصل، اللي أيضا معنا من هو يرعى هذا المركز أستاذ معن بشور، وهو عضو في أيضا المؤتمر القومي الإسلامي وفي كثير من المؤسسات التي تهتم بشؤون المنطقة السياسي أو الاقتصادي. هو أيضا باحث في معهد الجنوب جلوبال ساوث في الجامعة الأمريكية، كان يعني في فترة بداية هذا القرن الجديد في إطار أيضا عمله في الجامعة الأمريكية. فأهلا فيك يا دكتور زياد، و أهلا يقولون فيك. جميعا أن تكون بصحة وخير بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي. فالحمد لله على السلامة وكلنا الآن. الله يسلمك، شكرا. يعني في البداية سلام القدس عليكم جميعا. الموضوع الندوة الليلة هو العامل الاقتصادي في الأزمات الدولية، اللي بحد ذاته عنوان واسع جدا، وقد تستطيع أن تقول ما تريد في هذا الموضوع، ولكن سأحاول يعني في هذه المقاربة يعني خلال 20 دقيقة أو 25 دقيقة أنه نحدد بعض المفاهيم ونرى كيف في بعض الأزمات ما هو دور الاقتصاد فيه، لأنه كل أزمة الاقتصاد يلعب دور مختلف عن أزمة أخرى، وإن كان بشكل واضح هنالك ترابط بينها. في البداية أريد أن أوضح بعض المفاهيم. يعني المفهوم الأول أو الملاحظة الأولى التي دائما تثير الالتباس هو أن الاقتصاد ليس علما قائما بحد ذاته. الاقتصاد هو السياسة ولكن بلغة الأرقام. وتاريخ الفكر الاقتصادي
منذ أيام آدم سميث حتى هذه الساعة نرى أن النظريات الاقتصادية والفكر الاقتصادي أتت من بيئات سياسية محددة لتبرير واقع سياسي أو لنقد واقع سياسي. مثلا كان آدم سميث في نظرية لسي فير لسي باسي وكتابه الشهير حول ثروة الأمم يقول أن النظام القائم آنذاك في أوروبا كان متحكما بالنشاط الاقتصادي ويفرض القيود، وبطبيعة الحال يخلق اختلالات وتشويهات في الاقتصاد لابد من التخلي عنها. لذلك طلع بنظرية أنه اليد الخفية في الاقتصاد، أنه لا داعي لإدارة من فوق لهذا الاقتصاد. فيما بعد في الفكر الاقتصادي كانت نظرية الريع اللي أطلقها ديفيد ريكاردو، ولكن كانت هي في الفعل لضرب القطاعات العقارية التي تكونت بسبب الحصار النابليوني على بريطانيا. صفى هنالك ندرة في الأراضي والعقارات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، وبطبيعة الحال لابد من وتكونت ثروات كبيرة جدا في هذا الموضوع، ولكن أدت أيضا إلى تشويهات في الاقتصاد، فكان لابد من ضربها. كما كانت أيضا النظرية الاقتصادية للتجارة الخارجية اللي نحن مثلا تعلمناها ونعلمها كنا في الجامعات، نظرية التفوق المقارن أو التفوق النسبي comparative advantage، بمعنى أن كل الدول تستطيع أن تصنع ما تريد، ولكن في آخر المطاف لابد من التخصص. هنالك دول لها تفوق في مجال الماء ودول أخرى في مكان آخر، والتبادل يكون على هذا الأساس. نظريا هذا شيء جميل، ولكن بالفعل ماذا يعني؟ كان يعني يفترض أن كل الاقتصادات لها نفس الوتيرة ونفس الوظيفة الاقتصادية ونفس الدالة الاقتصادية، وهذا غير صحيح. الدول المتقدمة ليست كالدول الناشئة. يعني بمعنى آخر كان يريد أن يقول للدول الناشئة عليكم أن تنتجوا فقط المواد الطبيعية، المواد الخام تستخرجونها وتصدرونها، ونحن نصدر لكم المواد الصناعية. أدى إلى خلل في الاقتصاد بين الدول المستعمرة والدول المستعمرة. على سبيل المثال في حقبة محمد علي أراد أن يبني اقتصادا وطنيا، فكان التصنيع هي أداة الاقتصاد الوطني المستقل. بعدما رحل محمد علي غرقت مصر بسبب سياسات الخديوي في ديون أدى إلى تمسك أو احتلال الاقتصادي لبريطانيا للاقتصاد المصري. فأول ما قامت به بريطانيا تفكيك المصانع النسيج ورميها بجزيرة في المحيط الهندي في جزيرة موريشيوس، على أساس أن مصر تنتج فقط القطن وتصدره إلى بريطانيا، وبريطانيا ترجع تصنع الأقمشة وتوردها إلى الدول. يعني هذا كان النوع اللي ما أريد أن أقوله، أن الفكر الاقتصادي كان هو لتبرير سياسات ومواقف سياسية. الفكر الاقتصادي الكلاسيكي أو حتى النيوليبرالي ليس فكراً بريئاً، بل هو فكراً يخدم نخب حاكمة موجودة لها أجندتها. من هنا نرى ترابط السياسة بالاقتصاد، يعني السيطرة هو الأساس هو الهدف، ولكن بوسائل متعددة عبر الاقتصاد أو غير الاقتصاد. هذا المفهوم الأول، أن الاقتصاد ليس علما قائما بحد ذاته، ولكن السياسة ولكن بلغة الأرقام. المفهوم الثاني، وهو ربما يعني يدركه الجميع بسبب الفطرة، هنالك علاقة عضوية بين الاقتصاد والسياسة، ولكن هذه العلاقة هي علاقة ما أسميه علاقة انعكاسية reflexive، يعني في مرحلة ما الواقع الاقتصادي يخلق واقع سياسي، كما أن الواقع السياسي يخلق واقع اقتصادي، وكذلك دواليك مثل البيض والدجاجة أين يأتي. في آخر المطاف هذه العلاقة العضوية يعني هي التي يجب أن تكون في صلب التحليلات والاستشرافات السياسية، ما هو علاقة الاقتصاد بالسياسة. ولكن هون النقطة الملاحظة الثالثة الأكثر أهمية التي لا ينتبه إليها، عندما يكون هنالك خلاف بين الأهداف السياسية والأهداف الاقتصادية
القوامة هي للأهداف السياسية، السياسة هي لها يد العليا على الاقتصاد، وهنالك دلائل عديدة لهذا الموضوع. مثلا في الأزمة الأخيرة في أوكرانيا التي بدأت بال 2014 عندما تم الانقلاب وقامت ردة الفعل الروسية وسكان شبه جزيرة القرم قرروا الالتحاق بروسيا، فاعتبر الغرب أن روسيا ضمت جزيرة القرم، بينما كان هنالك استفتاء للعلم 80% من سكان جزيرة القرم من أصل روسي و20% من أصل تتري، يعني العرق الإقراني ليس إلا 1 أو 2% في هذا الموضوع. فبطبيعة الحال كان نتيجة الاستفتاء والانضمام إلى روسيا تاريخيا، خاصة أنه تاريخيا جزيرة القرم كانت لروسيا وأعطاها بروتشيف سنة 56 للجمهورية السوفيتية الأوكرانية. إذا هذه الأيلة وهذه الأيلة فلم تكن هنالك مشكلة، ولكن أخذها ما أخذ الغرب لفرض العقوبات. هنا تأتي النقطة التي أريد أن أوضحها. وزير خارجية ألمانيا الذي كان يفرض العقوبات على روسيا قال بشكل واضح أن هذه العقوبات تضر بالمصالح الألمانية، ولكن علينا أن نكون واضحين، السياسة هي الأولى، السياسة لها القوامة على مصالحنا الاقتصادية. لم يتغير شيء بعد 7 سنوات، القرارات الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا هي لخدمة سياسة معينة وليس قائمة بحد ذاتها، وإن كان في الخلفية هناك رغبة بإضعاف روسيا وحتى تفكيك روسيا للسطو على الموارد الطبيعية التي تكمن في روسيا. يعني الهدف الاستراتيجي الاقتصادي ليس بعيداً، ولكن في الأساس هو تفكيك روسيا وإضعاف روسيا، يعني هدف سياسي. إذن هنا نرى الترابط بين الاقتصاد والسياسة، ولكن مع قوامة السياسة على الاقتصاد. إذن علينا دائماً أن ننتبه أنه في مقاربة أي حادث وأي أزمة أن نعطي الحق للاقتصاد والحق للسياسة، ولكن أن نميز متى لمن هو الأولوية. في معظم الأحيان، قيل لا أقول في كل الأحوال، القوامة هي للعامل السياسي، القوامة الاقتصادي يأتي كمؤيد كمساعد كمبرر إلى آخره، ولكن الحروب لا تشن بسبب الاقتصاد، على الأقل على الصعيد الإعلامي تشن لأسباب سياسية، للحرية، للديمقراطية، للتحرير إلى آخره، ولكن لا تشن حروب من أجل برميل النفط أو وضع اليد على الموارد المائية أو المعادن أو إلى آخره. لا تشن الحروب على هذه القاعدة، وإن كان يقين السياسة هو هذا الموضوع، ولكن يعني الخجل من الواقع المادي أو ضرورة دائماً إعطاء طابع نبيل سامي للقرار السياسي يخبئ الأطماع التي هي موجودة لكل دولة تريد أن تستعمل. هذه الملاحظة الثالثة. إذن اقتصاد ليس علماً قائماً بحد ذاته، هنالك علاقة عضوية بين الاقتصاد والسياسة، وثالثاً القوامة هي للسياسة وليس للاقتصاد، وإن كان التلازم موجود دائماً. إذن من هنا ننتقل إلى مقاربة عدة حالات لنقدر نفهم كيف تكون العلاقة بين الاقتصاد والسياسة. سأخذ مثل حالة الولايات المتحدة، سأخذ الأزمة في أوكرانيا، سأخذ أيضاً موضوع آسيا والصين إلى آخره. هذه مواضيع تضم أزمات سياسية وربما عسكرية، وهنالك أيضاً أزمات اقتصادية. فمثلاً على سبيل المثال، الاقتصاد هو أساسي مثلاً في دراسة ميزان القوة. يعني الدولة الكبيرة كمثلاً الولايات المتحدة أو سابقاً الاتحاد الأوروبي أو دول من الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو الصين أو أي دولة التي لها سياسة خارجية خارج إطار حدود
الدولة التي هي موجودة فيها لها مصالح إذا جاز الكلام، هذه المصالح لا يمكن أن تتحقق لو ليس هنالك من قوة ما. هذه القوة تكون إجمالا في الاقتصاد، والاقتصاد عنوان كبير يضم كل عدد الأشياء. ما أريد أيضا أن أوضحه أن يجب علينا أن لا نخلط بين الاقتصاد والمال. علم الاقتصاد ليس علم المال والعكس كمان. المال هو نتيجة، المال ربما هو الصيغة الأكثر خبثا كغدة سرطانية دخلت على العامل الاقتصادي لتسيطر على القرار السياسي. المشكلة في الولايات المتحدة أنها انتقلت منذ السبعينات حتى هذه الساعة من اقتصاد منتج إلى اقتصاد افتراضي ريعي وأموال financialized، يعني الأموال financialization، يعني هي التي تسيطر على القرار الاقتصادي، لأن إمكانية إنتاج الثروة عبر المال والتلاعب بالمال أسهل بكثير من إنتاج الثروة عبر العمل الإنتاجي كالصناعة أو الزراعة أو أي شيء آخر يتطلب مجهود كبير. هذا التحول في الاقتصاد كانت له نتائج. أولاً، إعادة توطين القاعدة الإنتاجية الصناعية الأمريكية إلى خارج الولايات المتحدة، خاصة في دول أمريكا اللاتينية وفيما بعد في آسيا، على قاعدة أن ليس من المهم أن تنتج السلع طالما أنت مسيطر على شرايين المال. وهذه شرايين المال سواء في التحكم بالنقد الاحتياطي اللي هو الدولار، أو المؤسسات المالية التي تساهم في تسهيل المدفوعات بين الدول، وخاصة منظومة السويفت. اعتقدت الولايات المتحدة، وهذا الخطأ الكبير أنا أعتقد الذي ارتكبته، أن ليس من الضروري الاستمرار في الإنتاج، نكتفي بالسيطرة على المال طالما لدينا موقع احتكاريا في هذا الموضوع. حتى هذه الساعة 60% من احتياطات الدول العالم هي احتياطات في الدولار، والشرايين الأساسية هي شرايين مالية تسيطر عليها الولايات المتحدة، وتعتقد حتى هذه الساعة أن يكفي بذلك للسيطرة على الاقتصاد، إلى أن أتت الأزمة الأوكرانية التي كشفت العورة في هذا التفكير. لما أتت الأزمة الأوكرانية ومثلا استولت الولايات المتحدة على الاحتياط النقدي لروسيا، دولة نووية وضعت اليد عليها، سابقا وضعت اليد على احتياط تبع فنزويلا تبع أفغانستان وتبع إيران، ولكن اليوم يعني ولم يحاسبها أحد، فقالت أن يمكننا أن نستولي على الاحتياط الروسي، ولكن لم تتوقع الرد الروسي ولا الرد الصيني. هذا الرد الروسي والصيني كان بمثابة أن نحن لا نريد أن نتعامل منذ اليوم فصاعدا بالدولار، وتم تكثيف التعامل بالعملات، وهذا قد بدأ منذ 2014، لم يبدأ بهذه الأزمة ولكن كان بدأ، أما أقامت بها هذه الأزمة هي تسريع الوتيرة. اليوم هنالك محاولات لتوحيد منظومات الدفع الروسية والصينية والهندية لتكون موازية لمنظومة السويفت. اليوم التعامل بين العملات الوطنية لهذه الدول يحل مكان الدولار. واليوم المتغير الجديد الذي يحصل هو ربما دخول بلاد الحرمين على الخط، والقبول بدخول بمنظومة البريكس، والقبول بالمشاركة بتكوين احتياط يختلف عن الدولار. هذا إذا تم تلازم مع تطور آخر اللي هو تسعير النفط بعملة غير الدولار. من مقومات التحول الاقتصادي الذي حصل في الولايات المتحدة بالسبعينات قطع العلاقة بين الدولار والذهب، وإعطاء الدول إنه التي لها فائض بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، أن هذه الاحتياطي بالدولار تتحول إلى ملكية في سندات الخزينة الأمريكية. يعني بمعنى آخر، العملة التي تطبعها الولايات المتحدة هي دين على الولايات المتحدة. الدول التي تملك هذه الدولار
تأخذ سندات الخزينة وكأنها تدين وتقرض الخزينة الأمريكية. صفقة الخزينة الأمريكية يعني الولايات المتحدة تمول العجز في ميزان المدفوعات وتمول انفاقاتها الاقتصادية أو العسكرية بلا شيء، يعني بدون أي كلفة، لأنه عم تطبع عملة وعم ترجع بتعطيها للدول والدول عم ترجع بتقرضها إياه. إذن يعني ما في أي كلفة على الولايات المتحدة. هذا التحول هذا استمر من سنة 70 لغاية اليوم. بس اليوم الدول، هنالك دول في العالم لم تقبل ذلك وبدأت تتعامل بعملة غير الدولار. إذن نرى أولاً عدم إقبال الدول الناشئة الصاعدة في التعامل مع الدولار، وقد نرى تسعير المواد الاستراتيجية كالنفط وربما مثلاً بكرة القهوة وعدد من السلع الاستراتيجية تسعر بغير الدولار، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار. الدولار لن يختفي ولكن سيكون عملة من بين العملات، ليس العملة الأولى ولا العملة الأخيرة، عملة من العملات. من له مصلحة اقتصادية تجارية مع الولايات المتحدة يحمل بعض الدولارات، ولكن لن تستطيع الولايات المتحدة أن تستعمل الدولار كعملة احتياط لتمويل نفقاتها العسكرية. ومن ضمن الأسباب التي أقدمت عليها الولايات المتحدة لقطع العلاقة مع الدولار هو لسد العجز في ميزان المدفوعات التي تراكم منذ الخمسينات والستينات بسبب القواعد العسكرية والحروب العسكرية. إذن اليوم الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، لن تستطيع أن تمول هذه المشاريع السياسية والعسكرية بالدولار، لأن الدولار لم يعد مقبولاً. كيف ستتعامل؟ الله أعلم، ولكن نحن في هذه اللحظة. إذن هذا مثلاً مثل أنه الاقتصاد أداة سياسية ولكن تحول أيضاً إلى أداة ضغط على صاحب العلاقة. يعني أرادوا الولايات المتحدة أن يستعملوا الدولار كضغط وكسلاح لتنفيذ سياسات. اليوم العالم يرد الجميل إذا جاز الكلام للولايات المتحدة. هذا واحد مثل. مثل ثاني، منذ بداية الألفية الثالثة نرى تقدم في آسيا و كلام كثير عن النمو الاقتصادي في الصين ومعدلات النمو القياسية التي كانت وصلت إلى 11% سنوية، ما ساهم إلى نقل أكثر من 300 مليون صيني من خط تحت خط الفقر إلى مستوى الطبقة الوسطى. هذا إنجاز هائل جدا في خلال 30 سنة. النموذج الاقتصادي الذي يقدمه الصين هو اقتصاد رأسمالي صناعي انتاجي ولكن بقيادة الحزب الشيوعي والتخطيط المركزي. هذا شيء جديد، يعني لأن الاقتصاد الحر دائما يؤدي إلى تكتل احتكارات أو إلى تكتلات احتكارية، مما يقضي على التنافس، مما يقضي على الإبداع والتقدم التكنولوجي، بينما التنافس يساهم في ذلك. حافظت الصين على إمكانية التمركز الاقتصادي عبر الحزب الشيوعي الحاكم وترك للاقتصاد حرية النمو كنظام من رأس مالي تملكه الدولة صحيح، ولكن هناك قطاع خاص لا بأس به وناشط في الصين. إذن هذا النموذج قيد الإنجاز يشكل خطرا كبيرا على النموذج الاقتصادي الموجود في الولايات المتحدة وفي الغرب الذي هو على نقيض ذلك، الذي تحول من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد ريعي طفيلي لا ينتج شيء ومحصور بأقلية هي الأوليغارشية الحاكمة في الولايات المتحدة وكذلك الأمر في بعض الدول الأوروبية. إذا نرى اليوم صراع بين رأسماليتين، رأسمالية ريعية مالية التي تمثل في الولايات المتحدة ورأسمالية إنتاجية صناعية في الصين قد تتحول إلى نوع من الاشتراكية بسبب اهتمام الدولة المركزية أو الحزب الشيوعي الحاكم في إعادة توزيع منافع النمو على أكبر قاعدة ممكن من الشعب الصيني. إذن هذا النموذج المختلف الذي تقدمه الصين والذي تشاركه أيضا فيها روسيا
يشكل خطر كبير على الهيمنة الأمريكية، على الهيمنة الغربية. من هنا نرى هذه الأزمات السياسية المفتعلة التي لا مبرر لها. لا ننسى أن خلال 30 سنة العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة كانت علاقات مزدهرة، وإن كان فائض الميزان التجاري كان لصالح الصين، ولكن هذا لم يكن يزعج الولايات المتحدة. ولكن النموذج الاقتصادي الذي تقدمه الصين هو على نقيض النموذج الاقتصادي اللي موجود في الولايات المتحدة، التطبيب مجاني، السكن بأسعار ممكنة، بينما كل ذلك غير موجود في الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك أن النظام السياسي في الولايات المتحدة لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية والسكانية التي حصلت منذ السبعينات من القرن الماضي. يعني بمعنى آخر، الانتقال من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد مالي ريعي خلق أو أخلى بالعلاقات الإنتاجية أو السكانية الموجودة في الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك انخفاض معدل النمو الطبيعي للسكان الأمريكيين الأصليين، يعني البيض خلينا نقول، إلى مستوى دون المستوى الذي هو مطلوب للحفاظ على التفوق، يعني من 2.1% إلى 1.2%. هذا العجز أدى إلى شيخوخة الولايات المتحدة، وضرورة سد ذلك العجز لن يكون إلا عبر الهجرة. أي هجرة من هنا؟ هجرة الدول أمريكا اللاتينية أصحاب البشرة السمراء. وهنا نرى الصراع السياسي يأخذ أبعاد مختلفة مبنية على العنصرية، لكن هذه أيضا قاعدتها كانت اقتصادية، لأن هذه الهجرة الوافدة من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، خاصة في القطاعات الزراعية وقطاعات البناء اليد العاملة التي لا يريد أن يعمل بها العامل الأمريكي العادي، أدت إلى خلل في البنية السكانية. النظام السياسي في الولايات المتحدة لم يتطور ليستوعب هذه التطورات، ومن هنا نرى أزمة سياسية متفاقمة في الولايات المتحدة قد تأخذ أبعاد ثقافية دينية عرقية سميها ما شئت، ولكن في جوهرها الضيق الاقتصادي الذي بدأ يضرب الشعب الأمريكي بسبب تخليه عن قاعدته الإنتاجية وارتكاز وحاجته للاستيراد للسلع التي يستطيع أن يشبه فيها متطلبات الشعب الأمريكي. أضف إلى ذلك هذه الهجرة التي تنافس اليد العاملة المحلية. إذن عندك كوكتيل من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد البنية السياسية. ماذا تقوم به الولايات المتحدة؟ الهروب إلى الأمام. الحرب العراقية، الحرب على العراق واحتلال العراق كان في رأيي أول نموذج من الهروب إلى الأمام. وأنا يعني بذكر بعض الإخوان أنه في المؤتمر القومي في 2003 قدمنا ورقة في ذروة الاحتلال الأمريكي للعراق أن المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة هو مشهد يدل عن ضعف بنيوي في الاقتصاد لا تستطيع أن تعالجه إلا عبر الهروب إلى الأمام. وتبين ذلك من توسعنا ذلك في دراسة مفصلة نشرها مستقبل العربي في عدد آب 2004، إنه هذا الاقتصاد الأمريكي الذي حصل فيه تحولات كبيرة ساهم في تغيير السياسة الخارجية الأمريكية بشكل أن لا مفر إلا الحروب الخارجية للتغطية على الضعف البنيوي. لكن ما حصل هو أن لم يكن في الحسبان الأمريكي أن ستقوم مقاومة في المنطقة. المقاومة العراقية أفشلت المشروع الأمريكي. فيما بعد المقاومة في لبنان وفي سوريا وصمود سوريا وصمود اليمن وصمود العراق وصمود فلسطين، المقاومة فلسطين، أفشل المشاريع الأمريكية في إعادة رسم الخارطة الاقتصادية السياسية، وهذا نحن ما نشهده في هذه اللحظة. إذن نرى هنا كيف الواقع الاقتصادي ساهم في تكوين رؤية سياسية خاطئة مبنية على تقديرات غير دقيقة
أدت إلى المأزق التي تعيشه الولايات المتحدة حاليا. هذا مثلا على صعيد الأزمة مثلا في المشرق العربي. على صعيد الصين هنالك حاول أوباما، ربما الرئيس الوحيد الأمريكي يعني بعد الحرب العالمية الثانية باستثناء ربما جون كينيدي، الذي كانت لديه رؤية جيوسياسية استراتيجية واسعة، لما قرر التحول إلى الشرق هو كان يعي أن الخطر القادم من الصين لا يمكن أن يواجهه وهو ملتهيا في المشرق العربي. لذلك كان الاتفاق مع إيران للخروج من هذا الموضوع والتركيز على الصين. لكن أيضا حسابات البايدر لم تكن كحسابات الحقل، ولم تأخذ بعين الاعتبار المقومات السياسية والاقتصادية في الصين. الصين باشرت منذ 2013 إلى ترويج المبادرة طريق الحرير أو طريق الحزام الواحد، الطريق الواحد التي هدفها تشبيك كافة الدول في آسيا، والتشبيك بمعنى العلاقات التواصلية السريعة أو الفائقة السرعة هايبر كونكتيفيتي، بشبكة من سكك الحديد وأوتوسترادات ومشاريع في البنى التحتية تربط شمال آسيا بجنوبها وغرب آسيا بشرقها. اليوم طريق الواحد قد أصبح على مشارف المشرق العربي، وهناك استثمارات كبيرة للصين ستكون في العراق. عند استقرار الوضع في سوريا سيكون الاستثمارات في سوريا، وبطبيعة الحال قيطاع طرطوش لبنان. يعني بمعنى آخر، هذا المشروع الاستراتيجي الاقتصادي قاعدته سياسية مش اقتصادية، مبنية أنه الفرق بين الرؤية الآسيوية والرؤية الغربية، أن الرؤية الغربية مبنية على قاعدة اللعبة الصفرية، يربح واحد ويخسر واحد، يعني ليس هنالك توازن في توزيع الثروات، الرابح يجب أن يكون الغرب بشكل عام والخاسر بقية العالم. بينما المشروع الأوراسي يعني المكون من الصين وروسيا يهدف إلى قاعدة اربح اربح، وليس على قاعدة اللعبة الصفرية، على قاعدة الندية واحترام السيادات، وليس على قاعدة عولمة تنقض السيادات وتنقض الخصوصيات تبع هذه الدول، وعلى قاعدة احترام القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وليس على فكرة مبهمة اللي هي نظام الأحكام العالم rules based order الذي لا قاعدة قانونية له. إذا النموذج السياسي هو قاعدة الانطلاقة الاقتصادية، أدى إلى مواجهة مع النموذج السياسي والاقتصادي الغربي، وهذا نحن نعيش هذه اللحظة. يعني أكتفي بهذا القدر من الشرح للتأكيد على ما قلنا له، قلنا في البداية اقتصاد ليس قائما بحد ذاته كعلم، علاقة عضوية بين السياسة والاقتصاد، القوامة هي للسياسة، وكل أزمة ممكن أن نرى كيف العامل الاقتصادي هو الدافع للسياسي، كما نرى كيف السياسة هي تخلق الواقع الاقتصادي. طبعا ممكن التفصيل عند الأسئلة، وأعتقد أن يمكن أن نتوسع أكثر في ذلك، ولكن ضيق الوقت لا يسمح لنا، وشكرا لإصغائك. شكرا لك دكتور زياد على ما عرضته، موضوع مهم فعلا، ربما إذا صح التعبير أعتبره أم المواضيع. يعني هذا الموضوع هو يشمل العلاقات بين الدول كما سمعنا من الدكتور زياد عن العلاقة بين أمريكا والصين وروسيا وغيرها، هو يشمل أيضا العلاقات بين الحكومات وشعوبها وكيفية التعامل مع شعوبها، وأيضا كما سمعنا من الدكتور زياد عن هذه العلاقة أيضا في المجال الداخلي في داخل بعض البلدان بقضية أزمة المهاجرين بالعنصرية في بعض المجتمعات. فموضوع فعلا شامل لقضايا عديدة. عندنا أكثر من 45 شخص مشارك ومشاركين يعني في هذه الندوة اليوم. هأرجو ممن يريد أو يرغب بالتعليق أو بالسؤال أن يستخدم صورة الكف اللي موجودة على صفحة زوم، تجدون في يمكن أسفل صفحة زوم تحت عنوان Raised Hand،
ولكن بودي أيضا من بعد ما نسمع من الذين طالبين الكلام الآن معي حسب الترتيب اللي طالبين: الأستاذ سعيد عراقات من واشنطن، الأستاذ وليد كيلاني من تكساس، دكتور جمال باغوتي من تكساس، الأستاذ باسم لا أعرف من أي مكان الآن. لكن بهمني شير أنه نحن الآن بهذه الندوة عندنا مجموعة من الدول، يعني أشخاص من عدة دول، في من أمريكا، في من السويد، من البرازيل، من جنوب أفريقيا، من المغرب، من لبنان، من مصر، من السعودية، من السودان، من ليبيا. فهناك مجموعة يعني من عدة دول، ولكن أيضا هناك عدة أشخاص معنا للمرة الأولى. وبهمني إن شاء الله نسمع إذا عندهم سؤال أو تعليق عنا: الدكتورة خديجة من المغرب، الأستاذ لامة من السعودية، الدكتور رضا من البرازيل، الأستاذ دكتور محمد حسب الرسول من السودان. بهمني أيضا إذا كونهم أول مرة معنا في هذه الندوات إنه إذا عندهم سؤال أو تعليق، ومن بعد ما يأخذ المجموعة اللي طالبين الكلام الآن. يعني أبدأ معك يا أخ سعيد، وأرجو الجميع أن نكون مراعين اختصار بس بسبب يعني كثافة العدد المشاركين في الندوة اليوم. تفضل يا أستاذ سعيد. شكرا أخي صبحي، شكرا دكتور زياد. يعني أولا أنا سعيد جدا برؤيتك والسماع إليك، وهذا بالفعل يعني نتعلم منك الكثير. طبعا نقاط مهمة جدا وعديدة جدا، وفي تقديري يعني قضية التحول من الإنتاج إلى الوضع المالي في الولايات المتحدة نحن عايشناه، أنا خلفيتي كمهندس ورأيت ذلك يحدث على جميع المستويات. لكن أنا ما أخشاه هو استمرار الهيمنة الأمريكية البنكية على التعامل البنكي، الذي لا يبدو أنه سينتهي في المدى القصير أو المدى المضور. هذه نقطة. والنقطة الأخرى التي أريد أن أسألك عنها هي حقيقة: ما هو دور العرب في الاقتصاد المستقبلي، وخاصة في يعني في 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 تعريف وتحديد دور البترودار؟ يعني أنا أتذكر تماما عندما خرج هنري كيسنجر من موقعه في وزارة الخارجية عام في أوائل عام 77، كتب مقالا حدد فيه طبيعة البترودارز، وقال عندها أنها هي الأموال التي ندفع فيها ثمن النفط، ولكن هذه الدول غير قادرة على الاستثمار في بلادها، وبالتالي تعيدها إلينا. وهذا بالفعل ما حدث، ويبقى الأمر كذلك. نسمع عن الأموال أو الرصائد الرصيد السيادية للسعودية والإمارات والكويت الذي يتجاوز ربما 2 تريليون دولار كله مع بعض من الدول العربية والتي تهيمن عليه وتسيطر عليه الولايات المتحدة تماما. وشكرا. شكرا لك أخي سعيد، وننتقل إلى عفوا أتمنى عليك يا دكتور زياد تأخذ نوت، لأنه عم يأخذ نوت. نسمع الأستاذ وليد كيلاني من تكساس، بعدين أيضا من تكساس دكتور جمال. تفضل يا أستاذ وليد، افتح الميكروفون عندك. أستاذ وليد افتح الميكروفون عندك. طيب خليني أخذ دكتور جمال ونعود للأستاذ. شكرا. أوكي فتح الأستاذ وليد. شكرا أخ صبحي. ما في شك إنه الدكتور زياد جمع الناحيتين مع بعض والعلاقة بينهم السياسة والاقتصاد. أنا يعني عندي تعليقات بسيطة على نقاط مختلفة. الحقيقة أنا في 74 كنت في صنعاء، كنت بشتغل في البنك الدولي محلل مالي واقتصادي، وكنا بنعمل مشاريع مياه وسرج وإلها سوج. الصينيين في نفس الوقت اللي كنا موجودين كانوا عمالهم بيبنوا طريق بال 74 هذا بين صنعاء والحديدة، وكانوا بيشتغلوا بالمهدات يقطعوا الصخر كلها صخر وشيء وقدموا هدية لهذا. فكان كل الناس يتكلموا عن شو اللي بيعملوا الصينيين. فالصينيين هم اشتغلوا من زمان بأداء لونج تير. الآن لما نتكلم عن التطور هنا بالنسبة لأمريكا، أيضا كنت أروح على الصين مرات كتير، وكنت أشوف المصانع كيف وإنها بيحلوها من أمريكا وبعتوه والصين ببدو، لأنه أصحاب رؤوس المال عندهم النفوذ إنه بدهم يخففوا تكاليفهم ويزيدوا أرباحهم، وما فيش استراتيجية للبلد. فأيضا النظام، يعني بنحكي عن نظام رأسمالي ونظام اشتراكي، بس النظام الرأسمالي مش دائما موجه لمصلحة البلد، وإنما ممكن يكون لمصلحة أفراد أكثر من
بلد. هلأ بالنسبة للدولار وبالنسبة لل، ما في شك إنه عملية الدولار إنه الصين بتنتج وبتعطي لأمريكا، وأمريكا بتقول لهم سجلنا لكم، وهم وغيرهم ما بنعرف شو اللي بصير. بديش أخذ وقت أكثر، بس تعليقات بسيطة عشان. شكرا لك يا أستاذ وليد من تكساس، ونسمع أيضا من تكساس الأستاذ جمال، بعدين الأستاذ باسم. تفضل يا أستاذ جمال. شكرا جزيلا ندوة مميزة الحقيقة. بدي أقول إنه السياسة على الأقل في أمريكا هي في خدمة الاقتصاد. في عهد لما ترشح كلينتون الوسطاء وال يعني ينصحوه إنه it's the economy stupid. فصحيح إنه السياسة قوامة على الاقتصاد، لكن خلينا نذكر في عهد جون فوستر دالاس، في عهد ايزنهاور وأخوه ألين دالاس اللي كان رئيس CIA، ولنزل يذكر التاريخ بمرارة اللي عملوه مشان تشيكيتا بانانا والجنرال فودز في غواتيمالا وهيتي. أمريكا لا تزال تحتفظ في المقدمة في الاقتصاد العالمي. الجي دي بي تبعها 25.3 تريليون من المئة تريليون اللي في العالم. يعني اليابان، الجرماني، بريطانيا، فرنسا وإيطاليا وروسيا بيوصلوش حتى إنتاج الصين اللي لا تزال تحت العشرين تريليون. حتى لو وصلت لمستوى أمريكا مش راح تتفوق عليها بهذه السهولة، حتى في رأي لي كوان تبع سنغافورة، لأنه هامش الحريات في أمريكا والإبداع سيظل مسيطر. المشكلة زي ما حكى الدكتور زياد إنه جوجل وأبل ومايكروسوفت كلهم بيصنعوا في الصين لوجود المهندسين والتكنولوجيا اللي متوفرة في الصين وبأسعار منخفضة. فبالتالي الجن بوت البوليسي لا تزال تحت في يعني لما يطلع ألين ماسك من أسبوعين ثلاثي ويقول إنه بوليفيا بدها تمنع عنا الليثيوم مشان بطاريات السيارات، وكتب على تويتر بدون حرج يعني ليش إحنا ما نعملش انقلاب ونغير النظام في بوليفيا للحصول على هذا. فلا تزال عقرية المستعمر تجاه المستعمر اللي هي مسيطرة، لكن الدنيا بتتغير. وشوف علي بابا، يعني حتى الصين في موقف صعب، لأنه البلايين اللي تنصرف فيها برضو بلايين أمريكية. علي بابا $307 للسهم الواحد كان قبل في 2020، الآن سهم علي بابا $90. والفجوة بين الذين عندهم والذين ما عندهمش الهاب واللي don't have في الصين تتوسع. فهذا راح يحط ضغط على السياسة الصينية لإعادة النظر في سياستها والتصنيع، لأنه بنسمعش وين الكمبيوتر الصيني، وين السيارة الصينية، وين. فلا تزال بتجر في أذيالها وراء أمريكا في المستقبل القريب. شكرا. شكرا لك يا دكتور جمال من تكساس. نسمع من أستاذ باسم. أستاذ باسم وين موجود؟ عفوا وافتح الميكروفون عندك إذا ممكن. أوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام. وين أنت موجود؟ بأي بلد لو سمحت؟ أنا المهندس باسم شراب، موجود في فلسطين قطاع غزة. أهلا فيك. أهلا يا تفضل. هو من أخواننا في منتدى صيف القدس. أهلا أستاذ باسم. حياك الله دكتور زياد. أنا يعني الحقيقة بدي أبدأ أقول إنه يقولون أن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة. يعني حروب أمريكا والحروب التي تشعلها أمريكا والسيطرة الأمريكية السياسية على العالم العربي هو لأهداف اقتصادية، لا أحد يبحث عن نشر دين أو أيديولوجيا. يعني السؤال أو الأمر الغير واضح يعني بالنسبة لي على الأقل، أن هناك كثير من الكتاب والمحللين الأمريكيين يتحدثون عن انهيار كبير قادم للاقتصاد الأمريكي، وبعض المقول ستنخفض الأسهم 90% داو جونز S&P 500. يعني أين هي الحقيقة في هذا الأمر؟ وسؤال آخر أين أيضا عن الصين، أن هناك مؤشرات ضعف على اقتصاد الصين حاليا، ونسمع عن انهيار أسعار العقارات، وأن الصين يعني قد تعاني من مشكلة الحصول على السيمي كوندكتورز اللي أشبه الموصلات
اللي بتصنع منها تايوان 60% مما ينتجه العالم، وهناك في بعض السيمي كوندكتورز أو أشباه الموصلات هناك فرق جيلين يعني عن ما تنتجه الصين. تحياتي لك. شكرا. شكرا لك أستاذ باسم. وننتقل إلى السويد، لا عفوا إلى البرازيل، أستاذ رضا من البرازيل، فضل يا أستاذ رضا. شكرا شكرا، السلام القدس عليكم. شكرا للدكتور زياد على المحاضرة القيمة جدا، يعني تأكيدا لما إجا بالندوة أنه بالفعل نحن نعيش مرحلة انتقال من نموذج حضاري غربي بحالة انحدار إلى نموذج حضاري قائد البناء داخل النظام الرأسمالي، وطبعا من نظام رأسمالي مالي إلى رأسمالية منتجة تقودها الصين، والنموذج الصيني يبدو هو حيكون طاغي. في نقطة أساسية بهذه المرحلة الانتقالية أنه سيطرة الدولار كعملة سيكون هو العائق الأساسي بهذه العملية الانتقالية. الحديث اللي والتخطيط اللي عم يحصل من داخل مجموعة البريكس والمؤسسات المالية اللي أنشأتها هذه مجموعة هذه الدول، من الخطط هو إيجاد هذه العملة البديلة. السؤال إنه هل العملة البديلة هذه ممكن تكون هي سلة عملات أم عملة قد تنشئها؟ يعني كيف أنا هذا اللي حابب أسأله هذا السؤال للدكتور زياد. وهذه التسعيري هذه العملة ستكون منافسة ونقطة بداية لزوال الدولار كعملة مسيطرة بظل هذا النظام العالمي الموجود اليوم، وسوف تطغي على تسعير كافة السلع الاستراتيجية من الطاقة إلى الحبوب والمشتقات الثانية الموجودة. حابب هذا من الدكتور زياد يعطينا لمحة عن هذه الإمكان يطالنا إلى عملة جديدة عالمية. شكرا لك يا أستاذ رضا معنا من البرازيل. ونسمع الآن الأستاذ محمد حسن الرسول، الدكتور محمد حسن الرسول من السودان، وبعدين الأستاذ جورجس من واشنطن، وعندي أيضا الأستاذ مؤيد الحيدري من واشنطن. تفضل يا أستاذ محمد. التحية طيبة وتحية خاصة للدكتور صبحي وللصديق الدكتور زياد. في حقيقة الأمر أنا سؤالي حول تداعيات الصراع الروسي الغربي الآن على القاعدة الصناعية الأوروبية، وأثر تدفق الغاز والنفط على هذه القاعدة في ظل هذا الصراع. شكرا جزيلا. شكرا لك، الله يبارك فيك. شكرا لك أستاذ جورجس من واشنطن، وبعدين الأستاذ مؤيد، تفضل يا أستاذ جورجس. شكرا دكتور زايد على المحاضرة القيمة دي وربط الاقتصاد بالسياسة. وإحنا يعني على مر التاريخ كان الاقتصاد دافع كبير قوي للحركات السياسية أو الحربية والاستعمار، من أول التوابل للأمح للسلة الغذاء اللي كانوا بيجوا وراها للقطن للبترول. لكن حاليا في مشكلة كبيرة في حكاية المياه، فياريت تدينا فكرة إيه تأثير اقتصاديات المياه على السياسة في الوقت الحاضر، ومثلا كمثال سد النهضة وتأثيره. وشكرا. شكرا لك أستاذ جيجيس. نسمع الأستاذ مؤيد الحيدري من واشنطن، تفضل. شكرا جزيلا، مساء الخير. لا أضيف كثيرا عن ما ورد عن أهمية وجمال وروعة هذه المحاضرة. أتساءل الحقيقة في هذا الشأن بظاهرة تجذر مظاهر الفساد في إدارات الدول وخصوصا دول العالم الثالث. يعني مع هذه الإشارات سطوة الرؤية الأمريكية للاقتصاد العالمي،
مظاهر الفساد وإشارات الفساد والأرقام الخرافية الموجودة في بلداننا مبعث يعني تساؤل. هل تعتقد دكتور زياد أنه مفهوم تغيير الأنظمة لم يعد كما كان سابقاً، أنه في الصباح نستيقظ على مجموعة ضباط يصبحون على دار إداء أو المتصل الجمهوري ويغيرون النظام، ولكن هناك يعني شكل من أشكال الآليات الحوكمة أو التشريعية؟ تساؤلي فعلاً ظاهرة الفساد المريع اللي تتهم به كثير من الحكومات في أخطارنا بالذات، كيف يمكن ربطه بفكرة الاقتصاد والسياسة التي تفضل؟ شكراً جزيلاً لكم. شكراً لك أستاذ معيد. قبل ما نعود للدكتور زياد بدي أرجو من الدكتورة خديجة من المغرب والأستاذ معن بشور من بيروت أيضاً أن يساهما في التعليق، وأيضاً الأستاذ عدنان برجي من لبنان. فخليني أبدأ معك دكتورة خديجة، تفضلي. نعم، تحية للجميع. طبعاً يعني هو ما يشغل بالنا كعالم ثالث في ظل التحولات التي تجري الآن، ما موقعنا نحن في هذه التحولات، يعني علماً أننا لا اقتصادياً ولا صناعياً ولا حتى فكرياً في مستوى أن ننهض. نريد من الدكتور يعني زياد الحافظ يعني ما هي الأولويات التي يمكن يعني ديزينيسياتيف كتعمل لكن متفرقة. يعني نريد مثلا يعني كيف نبدأ 1 2 3 بكيفية استراتيجية. تكلم أحد دكاترة أن يعني الصين بدأت في 74، إذا نحن متى نبدأ وما هي الخطوة الأولى لكي يعني نستطيع أن نصل، ليس نحن طبعا لكن على الأقل أن تعبد الطريق للجيل الذي سيخرج. شكرا. شكرا لك. سؤال مهم يا دكتورة خديجة. قبل ما أنت الأستاذ معن بشور طلب بالكلام الأستاذ ناصر زمزم من السويد، تفضل يا أستاذ ناصر. مساء الخير للجميع. أنا حابب بس أوضح فكرة صغيرة من خلال تجربتي في سوريا، تأكيداً على كلام الدكتور زياد أن السياسة هي تخلق الواقع الاقتصادي. فكلنا يعلم أن الإمكانات الموارد الاقتصادية لسوريا لم تكن قوية ولم تكن ضعيفة، كانت ضعيفة مقارنة مع بقية الدول العربية أو دول الشرق الأوسط، مثل ما تفضلت أختنا صبار أنه أين موقعنا. فأنا أضرب مثل سوريا، رغم ضعف إمكاناتها ومواردها الاقتصادية استطاعت سوريا إيجاد وخلق قاعدة صناعية كبيرة، وأوجدت زراعة متطورة، وخلقت مجال صناعي وتجاري أيضا أصبح يصدر لدول العالم رغم أن الموارد الاقتصادية ضعيفة. أنا شخصيا عمري 65 سنة، عندما كنت طفلا أعرف أنه لم يكن لدينا سوى محلجة ومعصرة بذر دوار الشمس أو دوار القطن. أما في السبعينات والثمانينات والتسعينات أصبح لدينا عدد كبير من المصانع والصناعة الثقيلة، وأنا كنت مدير أحد تلك المصانع ومن الجيل الخامس المتطور جدا في على المستوى الأوروبي. وبرغم عشرية النار التي مرت بها أن القاعدة الاقتصادية أو بالأحرى الدولة استمرت في دفع رواتب الموظفين كل على حدة في رأس كل شهر، رغم أن الرواتب ضعيفة إلا أن سياسة الدولة استطاعت الصمود في أقصى الظروف. وشكرا لكم. شكرا لك أستاذ ناصر من السويد، وأنتقل إلى الأستاذ معن بشور في لبنان وأيضا الأستاذ عدنان برجي في لبنان. تفضل يا أستاذ معن، جاي نسمع رأيك بما سمعته من دكتور زياد.
يعني مسموع صوتي هلا؟ نعم يعني نسمعك يا عم نسمعك اسمعني تفضل. بالتأكيد شهادتي مجروحة بالدكتور زياد وبقدراته التحليلية وبرؤاه الاستراتيجية. أنا سأكتفي بإرادي حكاية بسيطة ربما هي التي جعلتني أثق كآخرين برؤى الدكتور زياد حول المشهد العالمي والمشهد الإقليمي والمشهد العربي، والذي يقدمه في كل دورة للمؤتمر القومي العربي أو لأمانة العامة عبر تقرير مفصل. الحكاية أننا سنة 2003 بعد احتلال العراق وفي أجواء يعني انتشر فيها اليأس عند الكثيرين، واعتقد الكثيرون أن العالم قد أو عالمنا قد انتهى، عالمنا قد انتهى، وأن الهيمنة الأمريكية بائقية إلى الأبد. قدم الدكتور زياد في المؤتمر القومي العربي في صنعاء سنة 2003 أعتقد في حزيران أي بعد شهرين على احتلال العراق، رؤية تشير إلى عناصر الضعف البنيوي الذي تحدث عنه اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب، وأن هذا الضعف سيتفاقم إذا تصاعدت بوجه مقاومة عربية بدءا من العراق وصولا إلى لبنان وفلسطين وسوريا وبقية واليمن وبقية الأحضار. أعتقد يومها كثيرون استخفوا بهذا التحليل والبعض هزئ به، وإذ بنا اليوم نسمع كلاما على لسان مسؤولين أمريكيين كبار كما على لسان مسؤولين صهاينة كبار في أمريكا يتحدثون عن الدولة الفاشلة كما سمعنا ترامب قبل أيام، وفي الكيان الصهيوني يتحدث عن قرب زوال هذا الكيان. وقف الصوت من عندك يا أستاذ معاذ. طيب مش عارف شو المشكلة عند الأستاذ معاذ، بدي أسأل أستاذ عدنان برجي إذا كان ما يفتح الميكروفون عنده أيضا من بيروت. أستاذ عدنان تفضل. يا مساء الخير. مساء الخير، أهلا. أستاذ عدنان هو مدير المركز الوطني للدراسات في بيروت وأيضا من الكتاب المعروفين في لبنان. تفضل يا تفضل أستاذ عدنان. مساء الخير جميعا. أهلا يا. شكرا للدكتور زياد على هذه المحاضرة القيمة حقيقة. المؤكد أنه النظام الاقتصادي أو النظام يعني النظام الاقتصادي والنظام السياسي العالمي الذي كان ساد ما بعد الحرب العالمية الثانية واللي تجلى ما بعد السبعينيات تحديدا بنظام سويفت اقتصاديا، هذا إلى إذا ما كان إلى زوال سريع لكن إلى تراجع بالتأكيد، وهناك نظام عالمي جديد ينشأ من ضمنه نظام اقتصادي ونظام أخلاقي حتى أيضا. يعني لما بده يكون في تخلي عن اللعبة الصفرية التي كانت سائدة من خلال في زمن الاستعمار وبدء بسياسة الربح المشترك والمصير المشترك للبشرية مثل ما تتحدث الصين، فبتقديرنا أنه كل النظام الاقتصادي العالمي سوف يشهد تغيير، وأنا ما بشوف أنه الأمور بعيد كتير بانهيار الدولار. يعني ممكن يكون في بروباغندا عالمية كتير دعم للدولار بهذه الفترة، لكن الوقاعة الاقتصادية على الأرض تؤكد أن هذا الغول اللي اسمه دولار يعني حجمه الإعلامي أكثر من حجمه الاقتصادي الفعلي. وإذا كان اليوم ما شفنا نظام شبيه بالسويفت، ممكن يكون في تعدد بالأنظمة في العالم تسمح بتبادل العمولات الوطنية أكثر فأكثر، وممكن النظام المصرفي كله اللي موجود بالعالم اليوم نشهد تغيير لإله، لأنه حتى دور النظام المصرفي رايح بمتغيرات كتير كبيرة عن المرحلة بالمرحلة المقبلة على المرحلة الحالية فيها. فالمشكلة كأداء بالموضوع أنه نحن كعرب للأسف رغم أنه
بالمرحلة الناصرية بالستينيات طريقة الصين اللي هلا عم نشهدها اللي هي ناجحة كان متبعها جمال عبد الناصر بمصر وكانت ناجحة أيضا في تلك الفترة، لكن حجم الصين غير حجم مصر حاليا. فالمهم أنه العرب اليوم عم بيكونوا تابعين أكثر مما عم بيكونوا شركاء، رغم المحاولات اللي عم بتصير التقارب الصيني العربي بشكل إفرادي وليس بشكل جماعي. بنأمل أنه ما بقى يعني أو اللي بعضهم كتير متأثرين بموضوع الهيمنة الأمريكية يقتنعوا أنه هذه الهيمنة إلى تراجع وليست إلى استمرارية. وشكرا. شكرا لك أستاذ عدنان برجي من بيروت. وبكلام الأستاذ عدنان حنختم فترة التعليقات والأسئلة، وحنترك الكلام للدكتور زياد. بس قبل ما يتحدث للدكتور زياد وأرجو أن يكون حديثه بحدود الربع ساعة قدر الإمكان يجيب فيه على ما سمعه من بعض التعليقات والأسئلة، لكن قبل ذلك بدي أشير نحن إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الجمعة 26 أغسطس حتكون الندوة كما توقيت اليوم يعني، لكن حيكون موضوعها مع الدكتور محمد أبو نمر وهو أستاذ مادة النزاعات الدولية في الجامعة الأمريكية بواشنطن، حول دور الهوية والمؤسسات الدينية في تشجيع النزاعات وفي حلها. هذا يوم الجمعة القادم، وعنا الاثنين مساء كما يعرف منكم منهم في أمريكا الشمالية يكون عنا سهرات أو نسميها دردشي أمسيات نقاشي أيام الاثنين الساعة 9 مساء بالتوقيت الصيفي لأمريكا، الساعة 9 مساء بتوقيت واشنطن والساحل الشرقي الأمريكي. حيكون موضوع هذا الاثنين عن كيفية تفعيل الدور العربي في أمريكا في خدمة القضية الفلسطينية. اليوم كان في ورشة عمل قاعدة ودار الأخ الدكتور عبد الحميد صيام، كانت موضوعها كان شبيه الذي سنتحدث عنه يوم الاثنين عن كيفية تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في أوروبا وفي أمريكا. نحن إن شاء الله الاثنين هنركز على كيفية تفعيل الدور العربي في أمريكا في خدمة القضية الفلسطينية. وبهمني أيضا شير قبل ما يتحدث الدكتور زياد وهو موضوعنا عن الاقتصاد والسياسي والعلاقة بينهما، أنه أيضا هناك علاقة قوية جدا بين أنشط الحوار السياسي وبين أيضا وضع الاقتصاد السيء. فما بعرف كيف بدنا نعمل تصحيح لهالمعادلة هاي عمرها أكثر من الآن من 27 سنة وهي متواصلة وتزداد سوءا. أرجو ممن هم معنا في ندوات مركز الحوار أونلاين أو في الذين يصلون عبر الانترنت أن يشتركوا في مركز الحوار حد أدنى يعني، فقط هذا التمني عليهم والاشتراك. وأما شهري 10 دولارات شهريا أو سنوي 100 دولار سنويا، فأعمل من هم من غير المشتركين أن يبادروا للاشتراك، وممكن ذلك يعني عبر أيضا الانترنت بالدخول على موقع الحوار، فأرجو أن يفعلوا ذلك. ومن معنا المرة الأولى تجدون الآن بالصورة اللي فيها اسم مركز الحوار الآن تحت كلمة تأسسها في العام 1994 تجدون إيميل الحوار@الحوار.com. أرجو أيضا أن ترسل الإيميل الخاص بكم باستمرار التواصل وأرسال بعض الموضوعات الهامة التي نوزعها شبه يومي يعني شبه بشكل شبه يومي بمواضيع جدا مهمة اللي تصلكم ولتستمر التفاعل معكم. مع الشكر لمن يشارك في هذه الندوة، الكلمة الآن للدكتور زياد لختام هذه الندوة وأيضا لما عندهم رأي حول ما سمعوا من تعليقات وأسئلة. تفضل دكتور زياد. شكرا صبحي. بالحقيقة في أن 12 مداخلة أحاول قدر الإمكان جو على الجميع بما تبقى لدي من بطارية في الكمبيوتر. أولا الأخ سعيد عريقات تساءل حول استمرار الهيمنة المصرفية الأمريكية. نعم، حتى هذه الساعة يعني أو ربما لماض قريب جدا كان يمكن القول أن شرايين المال كمؤسسات وكعملة الولايات المتحدة مسيطرة عبر المصارف، ولكن هنالك تحولات كبيرة في المؤسسات المالية. اليوم أكبر أربع مصارف في العالم هي مصارف صينية وليست أمريكية، أول مصرف أمريكي بمرتبة السابعة. إذن هنالك تراجع في هذا الموضوع. اثنين، بدور الدولار كعملة احتياط عم يتراجع، نزل من 70 to 60، يعني 60% بعده مهم مما لا شك فيه، ولكن الوتيرة اليوم اللي عم نشوفها بالابتعاد عن الدولار عم بتزيد. ليس هنالك من إحصاءات دقيقة، ولكن هناك واضح
أنه رغبة الدول العالم الجنوب إجمالي لا تريد أن تتعامل بالدولار بالنسبة نفس النسبة التي كانت موجودة في السابق. إذن علينا أن نتوقع تراجع الطلب على الدولار. سأل سؤال حول دور العرب في المستقبل. صراحة هذا سؤال يعني صعب كتير قادر جواب عليه ببضع دقائق، وخاصة أنه موضوع اهتمام بالنسبة لي عم بيشتغل عليه بشكل واضح. ولكن فيني أقول ما يلي: لولا العرب لما استطاعت لا الصين ولا روسيا ولا الجمهورية الإسلامية في إيران أن تأخذ مكانتها على الساحة الدولية. المقاومة في العراق أفشلت المشروع الأمريكي، الصمود في سوريا، الصمود في لبنان، الصمود في 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 فلسطين، والصمود في اليمن أفشل ما تبقى من مشاريع أمريكية. لكن هذا الدور السلبي بين المزدوجين، التعطيل الدور الأمريكي، هو الذي سمح للصين وروسيا وإيران أن تلعب الدور الذي تلعبه الآن. هذا معناته أنه نحن غايبين. أنا أعتقد أن دور العرب قد يكون مهما جدا وفي مستقبل أكثر قرابة مما تعتقدون، ولكن لا ننسى أن هذه الأمة مخاصرة ونحن في حرب. هنالك كيان مغتصب لأرض فلسطين ساهم خلال 70 سنة في ضرب كافة مشاريع التنموية التي حصلت في الوطن العربي. لا يجب أن ننسى ذلك، وبطبيعة الحال ما ظل موجودين وقائمين معناته أن المستقبل لنا. على كل حال لدينا كلام آخر في هذا الموضوع. صار سؤال أخير على الحول أرصد الصناديق السياسية السيادية العربية موجودة في الغرب. أنا تقديري هنا بمداخلة على CNBC العربية، قلت كل قرش عربي مستثمر في الغرب هو قرش مفقود، وعليكم أن تتخذوا العبر. هذا الكلام كان منذ عدة سنوات. اليوم نرى بداية مراجعة لسياسات بعض هذه الدول في إجراء توازن بين استثماراتها في الغرب واستثماراتها خارج الغرب، وخاصة في دول آسيا. هل هذا سيؤدي إلى انسحاب الأموال العربية من الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية؟ لا أعتقد في المدى المنظور، ولكن بداية الطريق قد تكون على هذا المنوال، وعلينا أن ننتظر. أخ وليد كيلاني قام الملاحظة أن النظام الرأسمالي ليس دائما يقوم يعمل لمصلحة البلد. صحيح، لذلك هنالك دور الدولة، الدولة المركزية في كبح جموح النظام الرأسمالي، وهذا ما تقوم به الدولة المركزية في الصين لقبح جموح القطاع الاقتصادي الخاص في الصين، وهذا النموذج الجديد الذي يفرض التوازن. هون نطلي اللي تفضل فيه خي عدنان، هذا منه نموذج جديد، هذا كان موجود عنا، نحن ابتكرناه. يعني النظام اللي أوجده جمال عبد الناصر هو نموذج في هذا الاتجاه، وإن بنوا ربما على هذه التجربة وأخذ استفادوا من الأخطاء التي ارتكبت وجربوا ما يوقعوا فيها، وحتى الآن ما وقعوا فيها. إذن أنا أعتقد هذا هو المستقبل: اقتصاد خاص موجه وتحت رقابة الدولة لمنع الانحرافات والاحتكارات والتشويهات الاقتصادية. الأخ جمال برغوتي بيقول يعني سياسة في خدمة الاقتصاد، وأخذ عبرة عن حقبة كلينتون بشعار الاقتصاد أيها الغبي. صحيح، أنا أعتقد الاقتصاد هو أساس في السياسة، ولكن القوامة للسياسة إذا تضاربت المصلحة الاقتصادية مع المصلحة السياسية. طالما هنالك توافق فالقوامة قد تكون الاقتصاد، ولكن عندما يكون تضارب المصالح القوامة تكون السياسة. يعتبر أيضا أن هامش الحريات في أمريكا أكثر من الصين ربما، ولكن أنا أعتقد أن الإنجازات في المجال التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي التي حققته الصين تدل أنه الحرية بحد ذاتها
قد تكون مهمة ولكن ليست كافية لدفع، لأن الدفع في الاستثمار في البحوث هذا يتطلب أموال كبيرة. واليوم في الولايات المتحدة المحرك الأساسي للاقتصاد والإبداع التكنولوجي هو الصناعات الحربية. يعني هل تريد أن تقول أن مستقبل الولايات المتحدة لا يمكن أن يستمر إلا عبر الصناعات الحربية؟ هذا سؤال يجب أن يتم التفكير فيه. التفوق التكنولوجي أعتقد ربما منذ 10 سنوات كان يمكن القول أن الولايات المتحدة كانت متفوقة تكنولوجيا، ولكن اليوم التفوق التكنولوجي لم يعد حكرا على الولايات المتحدة، صار موجود في 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 الصين وحتى في روسيا. في التكنولوجيا العسكرية روسيا متقدمة على الولايات المتحدة على الأقل ب 15 سنة حسب الدراسات اللي اطلعت عليها. نعم هنالك عقلية المستعمر مازالت مسيطرة في مقاربة الأمور، يعني مثلك لإيلون موسك هو مثل واضح في هذا الموضوع، وهذه مشكلة الولايات المتحدة، ينظرون عند النظرة الدونية للعالم، وهذا بطبيعة الحال هذا سيؤدي إلى المزيد من العداء له. أخ باسم شراب، انهيار الاقتصاد الصيني في أو خاصة انخفاض أسعار العقارات، نعم في أزمة عقارية في الصين، ولكن الأزمة لا تعني الإفلاس، وهنالك ملاءة كبيرة جداً، وربما بحاجة للصين أن تمر بهذه الأزمات لتصحح بعض التشوهات في البنية الاقتصادية. النمو الاقتصادي الذي حصل في الصين كان عبر العقارات وعبر التصنيع، ربما هنالك دور من التوازن الاقتصادي المطلوب في 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 القطاعات الإنتاجية. فيما يتعلق بشبه الموصلات يعني السيمي كوندكتورز، تايوان تنتج مش 60% 75% من أشبه الموصلات، وأعتقد أنه في حال إعادة توحيد الصين مع تايوان سيكون ذلك لصالح الصين، وإن كانت الصين لا تريد أن تعتمد على الصناعة التايوانية باشرت منذ سنتين إلى تنويع إنتاجها في هذا القطاع. الأخ رضا، سيطر الدولار قد يقود عائقا للانتقال من رأس مالية ريعية إلى رأس مالية إنتاجية، صحيح، ولكن فاتيرة الأحداث التي نراها تؤكد أن ربما الدولار قد لا يكون مسيطرا في السنوات القادمة كما كان في السابق. سيكون الدولار دور كبير مما لا شك فيه، ولكن ليس الدور الأساسي والأول، هنالك دور للعملات الأخرى. لا ننسى، وهذا إحصائية كثير مهمة جدا، سنة 1990 دول الجي 7 كانت تنتج 67% من الناتج الداخلي العالمي، 67 يعني ثلثين الناتج العالمي كان بدول الجي 7. بال 2020 تراجع هذا الناتج إلى أقل من 27%، يعني الناتج العالمي أصبح خارج مجموعة الجي 7. بطبيعة الحال سيواكب ذلك عملة أو عملات مختلفة عن عملة الدولار، لذلك أنا لست متشائما أبدا في هذا الموضوع، بالعكس أنا سأرى أن الدولار لن يكون ذلك العائق الواحد يتكلم. فريدا سأل إذا حيكون في سلة عملات ولا عملة واحدة، هذا موضوع قيد الدرس حسب ما اطلعت في اجتماع البريكس اللي في اجتماع الثنائي اللي سيجمع الرئيس الصيني بولي العهد الأسبوع القادم، سيبحثون على في موضوع اشتراك المملكة في البريكس، وفي مشاركة المملكة في سلة عملات، لا يتكلمون عن عملة واحدة. أنا أعتقد أن تعلموا من خطورة العمل الواحد الذي حصل في الاتحاد الأوروبي الذي أخضع السياسات النقدية للدول إلى سياسة نقدية من فوق. أنا أعتقد الاتجاه هو الحفاظ على العملات، ولكن ستكون هنالك سلة من العملات مرتبطة بالمعادن الثمينة، منها الذهب، ومنها ما أسميه يعني المعادن النادرة يعني rare earth
التي هي أساسية في الصناعات التكنولوجية المتطورة. لو سمحت دكتور زياد، لو سمحت أنا كنت سألت حضرتك يا في يا باسم لو سمحت عم يختم خلاص ما بنعمل مناقشة وعم يختم، تفضل يعني تفضل يا دكتور زياد. دكتور محمد حسب الرسول، تداعيات الصراع الروسي على القاعدة الصناعية الأوروبية. أنا أعتقد أن الروس الاتحاد الأوروبي أقدم على سلسلة من القرارات ستؤدي إلى إنهاء العقبة التصنيعية في أوروبا بشكل عام، وخاصة في ألمانيا بشكل خاص، عبر الخروج عن الطاقة الرخيصة التي كانت تأتي من روسيا، وإحلال مكانها الطاقة البديلة النظيفة التي لا تساهم في تشغيل العجلة الاقتصادية. هذا إذا ما استمرت هذه السياسة. هنالك كلام اليوم يصعد في ألمانيا إلى العودة إلى نورستريم 1 وإلى نورستريم 2. إذا ليس الأمر محسوم، ولكن إذا حسم القيادة السياسية هنا مثلا السياسة تفوقت على الاقتصاد في ضرب الاقتصاد الصناعي تبع ألمانيا ودخول مرحلة ما بعد التصنيع، قد تدخل أوروبا إلى مرحلة يعني تصبح اقتصاديا تابعة، والشركات الأساسية الأوروبية ستصبح ملكية للولايات المتحدة التي ستغزو أوروبا في هذا الموضوع. أخ جورجي جورجيس، ما هو سأل سؤال كثير مهم ولا إجابة لدي السريعة عليها، اقتصاديات المياه. أنا أعتقد هو ربما الاقتصاد المنسي في الاقتصادات العربية، وأنا أعتقد أن الصراعات المستقبلية لن تكون حول الطاقة بمقدار ما ستكون حول المياه واقتصاد المياه، ولكن هذا حديث آخر. أما تداعيات صد النهضة على مصر والسودان، يعني فما زال الجدل قائما. أنا لست خبيرا في هذا الموضوع ولا أستطيع أن أتقدم بوجهة نظر، ولكن حسب ما قرأت وقد يخالفني العديد، أن هذا الصد هو ليس لحاجات زراعية بل لحاجات إنتاج الكهرباء. هل هذا صحيح ولا لا؟ ستتبين في المستقبل القريب. الأخ مؤيد أيضا، مظاهر الفساد أنا أعتقد هي ظاهرة الاقتصاد الري. أنا لدي كتابات أربط بين الاقتصاد الري والفساد والفئويات يعني، وخاصة الطائفية. أنا أعتقد الفساد الذي نشهده في الدول المتقدمة هو ناتج عن التطور الذي حصل في البنية الاقتصادية الإنتاجية، التي تحول من بنية اقتصادية إنتاجية لبنية اقتصادية ريعية مالية. اليوم الاقتصاد الأمريكي والناتج اللي تتكلم عنه الداخلي 25 تريليون دولار، معظمه اقتصاد افتراضي وليس اقتصاد عيني. تراجعت الصناعة وتراجعت الزراعة بشكل ملموس. اليوم الولايات المتحدة تستورد أكثر من 50% من حاجياتها. هذا يعني أن الإحصاءات التي تعطى حول الإنتاج الاقتصادي الأمريكي يجب إعادة النظر فيه لنرى ما هو يقين وما هو افتراضي. دكتورة خديجة سألت السؤال، ما هو موقعنا نحن؟ أنا أعتقد خارطة الطريق أوجدناها في نداء الوحدة الذي أطلقته الأمانة العامة السابقة، وموجود على في مدونات المؤتمر القومي العربي. خلاصة الموضوع، الوحدة الاقتصادية ممكنة، وطريق وخارطة الطريق موجودة، والقوى التي هي مفروضة منوطة بالقيام بذلك كمان محددة، ممكن أن نتناقش بها على حد سواء، لكن ما في وقت فاضل. بالنسبة لأخ ناصر زمان سوريا، يعني اللي قالوا يعني شكل ما بيعطي حق على سوريا. سوريا خلال مرحلة السبعينات والثمانينات قامت على مشروع تنموي لا يستند إلى الدين الخارجي، وعلى قاعدة تأمين الاكتفاء الذاتي، وهذا ما مكن سوريا من الصمود. كما كانت أيضا قائمة على التصنيع المكثف، ولكن حقبة الليبرالية التي أتت في بداية الألفية والتي أدت إلى ما حصل فيما بعد، أدت إلى تراجع دور الصناعة ودور الزراعة. ولكن خلال الحرب
القيادة في سوريا كانت واعية لهذا التراجع في الاقتصاد، والتركيز أصلا ما أرى هو على تكثيف الصناعة وتنشيط القطاع الزراعي. القطاعات الإنتاجية هي الأساس من الاقتصاد السوري، ولم يكون مبنيا على الاستدارة الخارجية. الأخ عدنان، أنا أتفق مع كل ما تفضل به، وأنا يعني أسجل أنه نظر إلى البعد الأخلاقي في النظام السياسي الدولي الجديد. القاعدة الصفرية هي نظام غير أخلاقي، الاحترام من السيادة والندية وقاعدة أربع هو قاعدة أخلاقية، ولا أتوقع أن لا يمكن أن تكون هنالك تنمية خارج حد أدنى من الأخلاقية. هذا وجهة نظري. أما فيما يتعلق بالنموذج المصري والنموذج الصيني، أنا سابقا النموذج المصري هو كانت أعتقد قدوة للنموذج الصيني، ولكن طبعا الفارق في الحجم والإمكانيات. ولا ننسى أن مصر كانت مقاصرة وتم تدمير اقتصادها، كما تم تدمير كافة اقتصادات الدول العربية التي حاولت أن تقوم بمشروع تنموي. في خلاصة الموضوع، أنا أقول بشكل واضح لا مشروع تنموي داخل القطر إلا عبر التشبيك الاقتصادي. ليس هنالك أي مستقبل اقتصادي للدول العربية إلا عبر الوحدة الاقتصادية العربية. إذا لم تستوعب النخب الحاكمة هذه الحقيقة، فستستمر الدول العربية تعاني من أزمات اقتصادية. لا صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي هم بوارد حل هذه المشاكل، ولا حتى دول الصين، دول مثل الصين أو روسيا أو أي دول من الجنوب الإجمالي سيكون مهتما بهذا الوضع. نحن من نقلع شوكنا بإيدنا، وأنا أعتقد أن المقومات لقيام مشروع اقتصادي وحدوي موجودة، وليس بالمدى البعيد، بل المطلوب هو القرار السياسي. وأعيدكم إلى البيان الذي نشرناه في مطلع هذه السنة في نداء الوحدة الذي يحدد خارطة الطريق لهذا الموضوع. وشكرا لإصغائكم. شكرا لك دكتور زياد، وأيضا لكل من شارك في الحديث أو في الاستماع بهذه الندوة، حتى لمن سيشاهد فيديو الندوة لاحقا. وطبعا إلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، مع أطيب التمنيات لك ولكل المستمعين والمشاهدين لهذه الندوة، بالصحة والعافية جميعا. شكرا. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ صبحي. شكرا دكتور زياد. مع السلامة. السلام عليكم.